هذا المسؤولين السياسيين اول لجنه اللي تكونت هنا في المسيله في 12 فيفري فهمت الله 63 هذه تحت قياده سعادي بودينا هو المسؤول ذيك الساعه سعادي بودينا هو المعروف سعادي بودينا هذا اللي راه في الوسط ولا هذا الوسطاني هذا والاخرين وهذا المسؤول مسؤول هو سيد بن يحيى بن يحيى بن البجاوي يقولوا له إيه علي بن البجاوي هذا صح. هو إيه؟ بن يحيى نقمته وهذا كمال نسيت الاسم نتاعه كان هنا في المسيله ومن بعد راح الامريكان بعد جا لهنا متعدي هذا هو الصبراي يجيب صح كان قاعد عند واحد هنا في المسيله هذا تاع مش مخلوفي ولا مخلوف مش مخلوف آه لا لا كما ذكر مذكور اسمه في الارتيكل ولا وين هو موجود هنا روح اقرا لنا مره لدوس دوك تلقى مستنى قال لك ماردي 12 فيفري 63 سيتاني اين ريليون على مدرسه الرجاء جروبون تو لي زونسيان ديتوني بوليتيك انترن en politique, sous la présidence de M. Boudine Saadi, responsable des organisations nationales. Le bureau de suivant a été élu, c'est le maktab de l'intérim. Ben Yahya Ali, président, c'est ce que je veux dire. Et M. Ma'arif Kamal, c'est le Braji Aslo, qui est très bien dans le film. Ma'arif. Ma'arif, oui. وإتيلي بن يحيى كمال سكرتير جنرال مسيو والي محمد بن والي فهمت محمد بن والي هاو جا من الله راه مش بين مليح محمد بن والي هذا اللي قبل لوتيل تاع باوت المعلم معلم ايه كان مدير مدير تاع هنا في خميسه لا لا مدير هنا في تاع رجم ايه كان مدير هنا محمد نقول محمد بن والي ايه سكر بن يحيى سليمان بن يحيى سليمان هذا بن يحيى سليمان جلول هذا تاع لي زونسيون تاع لي زونسيون كوموندون كان كوموندون تاع لا بروتيكسيون سيفيل في مسيله لهنا بن يحيى بن يحيى كما بن يحيى بون صح محمد سكر بن يحيى سليمان تريزوري امس زوبيري زوبير تريزوري هذا زوبيري زوبير ها بلا رجع من دور اخرى بن يحيى اشبليكي لو بيت دو سيت رينيون اي سا نيسيسيتي تو ان فورمولون لسبار كو سي رينيون سي رونوفيل سويفون سعادي بودين هذا مسؤول راك عارف شكون سعادي بودين؟ ايه نعم سعادي با دار اكسيدون وراح ولادو الوهران وكذا نتاع ولادو راهم من لهنايا سعادي بودين فيس دو بوان Concernant les activités de ce comité, quand M. Ma'arif Kamal, il explique comme rendu d'une façon brillante. Notre photo de gauche à droite, donc on va vous parler. Notre photo, sur la lune, Ben Yahya, il dit que c'est ça. سعادي بودينا هذا هو اللي نتاع اللي هو معرف كمال هذا وهذو الاساسيين ومن بعد يجوا هنا يتكلموا عليا انا وانا وبوريز واش يقول؟ اوبيراسيون دو روبوازمون سو ليجيد دو لا جي اف ال ان هذا اول تطوع نتاع غرس الاشجار فهمت؟ وسكوت موزيلمون اللي كان عليهم بن علاه مع المستشار تاع الرئيس دوكا امباسادور اه مشي عبد الحفيظ عبد الحفيظ دو سكوت هو نتاع عليهم بن عدام اورغانيزاسيون واد لوكسوب درناها في التطوع عليه لو كان 15 كيلومتر د مسيله لي جي في ان ريبوندون ا سيت اوبيراسيون متر ان اوتر ريجون دي بيل فيلي شويتون شونس دو تامبوسان مسيو اللي بوراز المامور راه دوك حي اللي نتاع عليه بن قبي اللي كان ديريكتور نتاع الغابات وغلب النادير هذا تاع انا هو هذه ما هي اهميه هذه الوثيقه دوك ها علاه وريت لي هذه الوثيقه تاع دوك لا تاريخيا تاع 63 هذه راه 63 ايه الله يبارك فيك اجتماع تاع زونسون دي تيري بوليتيك في المدون السياسيين وراه مدرسه الرجاء الله يعني قضيه والجريده هذه ذاك الوقت تاعش
هذيك تاع لا ديباش دو كونستانتين. ايه لا ديباش دو كونستانتين. هذه اللي حبيت نقول لك عليها. سما هذه وثيقه اعلاميه تبين واش ني بارابور ليك. هذه الوثيقه الجريده الشرق والجزائر كل المعلومات هي اللي بالفرنسيه في ذاك تعربت من بعد قولوا لها النصر دق. راه نزلت تمشي لحد هذه القضيه. بارك الله فيك.